أعتقد أن هذه المبادرة هي مبادرة أولاً فريدة من نوعها، وأيضاً جريئة بالمفهوم يعني الواسع للجرأة، وأيضاً مبنية على معرفة وعلى تجربة وعلى التراكم الحاصل في بلادنا لتعديل كل التشريعات المتعلقة بالمرأة أو بالنساء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لجعلها أولا تواكب التحولات التي عرفها مجتمعنا وتواجه المشاكل التي تتعرض لها النساء على مستوى التمييز، على مستوى العنف، وعلى مستويات أخرى عديدة. القانون ضروري في دولة، في مجتمع ديمقراطي، أي مجتمع ديمقراطي، ولكن القانون ليس كافيا إذا لم يكن مقرونا بثقافة تقدمية، ثقافة تكون رافدا وميسرا لإعطاء مزيد من الفعلية والفعالية للقوانين. من خلال 17 سنة ونصف المسؤولية وفي الجامعة حتى اليوم، يعني أبقى متفائلا بالنسبة لمسألة ديمقراطة المجتمع وبالنسبة لحقوق الإنسان، ولكن ذلك يتطلب مزيد من اليقظة والحرص بالنسبة للمجتمع من خلال فعاليات المجتمع المدني، سواء في مجال حقوق الإنسان أو في المجال الثقافي والفني أو في مجال التنمية هي أساسية. وهنا ينبغي تشكيل ائتلافات يعني متعددة المجالات، متعددة التخصصات، لكي تكون هناك قوة وازنة لكي يستمر مسار الإصلاح.